بما انها مباراه هجوميه من الطراز الاول، الاهلي امتعنا فيها الحقيقه بالاداء قبل النتيجه كمان، وطمنا على جاهزيته. لان انا بشوف الحقيقه كمان ان كل مواجهه بياخدها النادي الاهلي في مشوار الدوري مش بس دفاعا عن لقب هو حامل ليه لغايه اللحظه، لكن كمان بعتقد انها فرصه ان يبقى فيه بروفا محترمه وقويه عشان نبقى جاهزين لمواجهه كايزر تشيفز. وبما ان احنا اتكلمنا او ابتديت كلامي عن الطابع الهجومي، فانا بيشرفني الحقيقه واحد مهاجم من طراز رفيع النهارده بيشرفني فيه السادسه كابتن ايهاب المصري هيكون ضيفنا، نتكلم معاه على ماتش امبارح شويه، والاهم طبعا نتكلم معاه على اللي جاي، وخصوصا طبعا متالق بشكل كبير جدا بتيشرت النادي المقاولين العرب. اهلا بيك يا كابتن ايهاب. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك، وسعيد جدا بتواجدي مع حضرتك النهارده. منور الدنيا. وخليني اخد رايك كده مع الساده المشاهدين، ندخل في مع يعني شويه اخبار اهم اخبار النهارده ونسمع برده تعليقك عليها. تمام. الخبر الاول الحقيقه بيتكلم على طبعا، وزي ما تعودنا النادي الاهلي، وبما انه كمان مفيش جاب، يعني مفيش فتره كافيه من مباراه بنطلع على مباراه ثانيه، احنا لعبنا الخميس مع بيراميدز، الحد مع سموحه، والخميس اللي جاي عندنا مواجهه برضو واحده من كلاسيكيات الكره المصريه المقاولين طول عمره، بصرف النظر عن موقعه في الدوري فريق كبير جدا وليه احترامه. فالجهاز الفني قفل صفحه سموحه خلاص. طبعا انت عارف انه في فرحه ولامس انه الناس يعني حاسه الناس مبسوطه جدا مبسوط بالاداء وبالسكور بتاع امبارح، لكن الجهاز الفني قفل وابتدى يفتح صفحه المقاولين. عموما شايف المستوى الاداء اللي قدمه الاهلي في ماتش سموحه امبارح ازاي؟ واعتقد انه كمان استمرار لادائه في مباراه بيراميدز وان كانت النتيجه مختلفه، يعني المباراه انتهت بالتعادل ومباراه انتهت بفوز كبير. يمكن انا متفق مع حضرتك طبعا، ويمكن هي من ماتشات الترجي كمان، يعني هي امتداد من ماتشين الترجي بيراميدز سموحه امبارح. اعتقد هي النادي الاهلي استفاد استفاده كبيره جدا من الراحه اللي حصل عليها بعد مباراه نهضه بركان، والراحه السلبيه اللي مستر موسيماني اعطاها للعيبه الست ايام اللي خدوها، اعتقد شالت كتير قوي من الضغط الذهني والبدني والفني اللي كان على اللعيبه، عملت فاصل ما بين الضغط اللي كان موجود قبل الفتره بتاعت نهضه بركان وصن داونز. لما النادي الاهلي رجع بعديها واقف على رجله كويس قوي فنيا، وصل لاعلى مستوياته الفنيه من خلال ماتشين الترجي وماتش بيراميدز، اداه بشكل كويس جدا جدا جدا، ما يختلفش عن اداء امبارح بالنسبه لي انا كمان، بس هو سوء التوفيق اللي لازم النادي الاهلي كان ممكن يطلع بماتش بيراميدز بنتيجه كبيره جدا ونتيجه كويسه جدا ترضي الجمهور. طبعا لولا الغلطه اللي بتحصل اللي حصلت وبتحصل طبيعي، يعني ممكن تحصل مع حراس كتيره في العالم، ما نقللش طبعا ولا تقلل من كفاءه ولا نجوميه محمد الشناوي اللي هو الحارس الاول في مصر. مش راي ايهاب، هو راي الناس كتيره اللي متابعه كره القدم، هو الحارس الاول يمكن او بينافس على حراسه مرمى رقم واحد في افريقيا. الشناوي حارس كبير، حارس مرمى منتخب مصر، فالغلطه اللي حصلت دي معرض اي حد ليها. فلولا اللحظه اللي حصلت فيها الغلطه دي اعتقد الناس كانت هتبقى مبسوطه جدا باداء النادي الاهلي في ماتش بيراميدز. هي دي الكوره بقى. امبارح التوفيق اللي ما وقفش معاك في ماتش بيراميدز وقف معاك في ماتش سموحه. ادائك نفس البدايه امبارح في سموحه، هي البدايه في بيراميدز، طاهر بيروح للجون في اول خمس دقائق بيحط الكره يعني نفس البدايه. بس الخمس دقائق النهايه في الشوط الاول والتوفيق الكبير اللي حالف نادي الاهلي، النادي الاهلي استمر على الضغط الهجومي. والله قبل الخمس دقائق اللي حطينا فيهم ثلاث اجوال كان في ضغط هجومي بشكل كبير جدا. ما انا بقول لك هي نفس البدايه بتاعت بيراميدز، بس هنا التوفيق وعدم توفيق. انت امبارح التوفيق كان معاك، او ربنا عوضك على المجهود الكبير اللي انت عملته في بيراميدز والاداء الكبير اللي انت عملته في بيراميدز. فامبارح كانت نتيجه طبيعيه، انا بالنسبه لي النتيجه كانت يعني متوقعه، مش النتيجه الرباعيه لكن الاداء والنتيجه كان متوقع للنادي الاهلي يكسب امبارح، عشان انا شفت النادي الاهلي في ماتشين الترجي في ماتش بيراميدز، النادي الاهلي في مستوى تصاعدي، المستوى الفني بيتصاعد، المستوى البدني بيتصاعد بشكل كبير جدا، شايف اللعيبه ما شاء الله لا قوه الا بالله واقفه على رجليها بشكل كويس. فده كله يعني زي ما حضرتك برضو قلت كلها بروفا واستعداد للماتش الاهم يوم 17. النادي الاهلي في تصاعد مستمر من ماتش بيراميدز، السموحه، مقاولين، مقصه، عشان يوصل يوم 17 للتوب فورم او للمستوى اللي احنا كلنا نتمناه، يكون بكامل لياقته الفنيه والذهنيه والبدنيه، ويكون التوفيق حليفه ان شاء الله باذن الله. نتمنى ده، نتمنى إن شاء الله. انا عايز اقف معاك شويه مع خطوط النادي الاهلي الثلاثه. تمام. يعني احنا الحمد لله مطمنين جدا على حراسه المرمى في وجود الشناوي وعلي لطفي. علي لطفي هبتدي بخط الدفاع. خط الدفاع لفت نظري فيه الحقيقه تالق الرباعي. انا بمناسبه طبعا احنا بدر ان شاء الله راجع لنا في ماتش المقاولين، هو كان غاب عن ماتش سموحه بسبب ثلاث انذارات،
تتعدد الأسباب، لكن في فترة من الفترات تلاقي واحد من المدافعين مش موجود، يعني بدر موجود، أيمن موجود، أيمن يطلع يدخل ياسر، ياسر يطلع يدخل ربيعة، ما شاء الله ما شاء الله. رغم أنه الخط ده اللعيبة بتاعته رجلها مش في الملعب باستمرار، لكن كل واحد ما بيجي يشارك في مباراة أو تحس أنك محتاجه في مباراة تحس ان هو ولا كانه كان بره، يعني تحس ان هو فوق في اعلى مستوياته. وامبارح ده شفناه مثلا هو ياسر ابراهيم، عايزين ندي لياسر حقه يعني. انا عايز اتكلم على ياسر، زي ما انت قلت كده بالظبط، ياسر يغيب ويرجع ما شاء الله واقف على رجله، مركز جدا، عارف مهام وواجبات مركزه كويس قوي، مركز بشكل كبير جدا، واضح اللي هو حتى لما ما بيلعبش هو مركز، ما بيعترضش على اي حاجه، بيشتغل على نفسه وشغال في تمرينه كويس، عشان كده لما بياخد الماتشات بتلاقيه جاهز، فالتوفيق بيكون معاه، بيطلع بشكل كويس جدا. امبارح الجمهور مبسوط بيه، شكله في الملعب كويس، واقف على رجله كويس، اي مواجهه واحد على واحد بيقطع بشكل كويس، سرعات موجود، تغطيه موجود، يعني عمل ماتش كبير جدا امبارح. اعتقد ان ياسر مثال كبير جدا للعيبه كتير، ان حتى لو انت ما بتلعبش لازم تكون جاهز ومركز عشان لما تلعب تمسك في فرصتك وتاخد الفرصه عشان تثبت للناس كلها ان انا استحق ان انا اكون متواجد. ولما بتكلم تحديدا على الباكات في النادي الاهلي، يعني تعرف حضرتك الجمهور لما بيجي يسمع تشكيل المباراه في اوقات كتير جدا، انا مش بتكلم طبعا على ماتش سموحه، بتكلم على اي ماتش، ماتشات الاهلي على مدار التاريخ، انت بتسمع التشكيل ففي لعيبه تبقى مطمن ومرتاح انها موجوده في الملعب، وفي لعيبه ممكن تبقى قلقان شويه، ممكن مش في مستواهم او بعاد او لسه ما وصلوش للتوب فورم بتاعهم. ابدالي ان النهارده بتسمع اسم اي واحد من الاربعه، بدر او ايمن او ربيعه او ياسر، انت مطمن، رغم انه حتى لو ممكن حد منهم بعيد شويه، بس انت مرتاح لوجود الاربعه، واعتقد ده كمان مريح بالنسبه لمستر موسيماني اكيد طبعا. دلوقتي بقى في اطمئنان عند الجمهور، عندك الخطوط كلها يعني ما شاء الله طبعا عشان الحسد لا ما شاء الله، في وربنا يكملها على خير يعني، واللعيبه يبعد عنها شر الاصابات يعني. لا في تكامل بنسبه كبيره جدا في الخطوط كلها للنادي الاهلي، خط ظهر النادي الاهلي زي ما احنا بنتكلم، سواء ثنائيه ايمن امبارح وياسر حاجه عظيمه، حاجه محترمه، الاثنين واقفين على رجلهم بشكل كويس، مفيش اي خطوره كانت على مرمى النادي الاهلي امبارح، واقفين صح. انا بيتهيألي كمان المركزين دول تحديدا كابتن ايهاب مش مرتبطين بس التالق بمستواك وجاهزيتك، لكن مرتبط كمان بانه يبقى في تفاهم بينكم وبين بعض، وده اللي شفناه امبارح، كان في تفاهم كبير جدا. وبرده اللعب يعني، انا المركز ده صعب جدا، لان انت المدافع لو بعد عن حساسيه المباريات لما بيرجع بيبقى في تخوف شويه، فده اللي انا عشان كده بتكلم على ياسر. ليه ياسر لما بيغيب بيرجع كويس؟ عشان ياسر مركز وبيكون شايف شغله كويس قوي، مركز شغله كويس قوي، فانا عشان كده ربنا بيكافئه على المجهود اللي هو بيعمله. فانا في اطمئنان كبير جدا على اي ثنائيه هتلعب من الاربعه، في اطمئنان كبير جدا 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 عند جمهور النادي الاهلي دلوقتي من خط ظهره، سواء بدر بانون موجود، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، الرباعي ما شاء الله عليه دلوقتي في المستوى العالي بتاعه، في قمه تركيزهم، عارفين المسؤوليه اللي موقعه عليهم، فاعتقد اي ثنائيه هتلعب الفتره الجايه هتكون كفيله ليها تشيل خط ظهر النادي الاهلي في اصعب الاوقات ان شاء الله. معلول في الشمال، وبالتالي اكرم في اليمين، خلاص اكرم الاثنين برده الحقيقه برده كباكات، اعتقد انا بتهيالي طبعا كمان من الناحيه النفسيه الجول اللي حطه امبارح علي معلول من ضربه الجزاء بالنسبه للاعبي الكوره مهم جدا يعني. معلول بالنسبه لي ماتش سموحه يمكن ده افضل ماتش حتى من ماتشين الترجي وماتش بيراميدز، معلول امبارح قدر يخرج قدر يرجعنا المعلول ما قبل الاصابه، عمل ماتش كبير جدا امبارح، تحركاته الهجوميه بشكل كبير جدا جدا جدا، بيعمل تحركات هجوميه، ده الهدف الهدف ده انا عايز يعني اقف عند النقطه دي، معلول جريته على الجهاز الفني فرحه اللعيبه بيه في بيدلهم بفضل كبير، عايز يقول لهم اللي انتوا وقفتوا معايا وقفتوا طلعتوني من اللي انا من الحاله اللي انا كنت فيها، او اكيد هو كان حزين جدا الفتره اللي فاتت، بيمر بحاله نفسيه سيئه لان هو حس بالذنب بعد ضربه جزاء بيراميدز، وده معرض اي لعيب في العالم اللي هو يضيع ضربه جزاء. ممكن نجيب اللقطه اللي فاتت دي اللي ظاهر فيها كابتن محمد الشناوي وهو بيبص على ضربه الجزاء من عنده من ناحيته من زاويته يعني طبعا اي فرقه بيجي لها ضربه جزاء طبيعي جدا ان كل اللعيبه عايزاها تدخل، ده شيء طبيعي ومفروغ منه، لكن ضربه الجزاء دي امبارح كان فيها حته زياده شويه، يعني اللعيبه والسبورت او حاله الدعم اللي عملوها. وانا بقول لحضرتك شوف معلول كمان لو في لقطات هي دي اللقطه دي اللقطه
دي اللقطه الشناوي مستني الكره تدخل عشان كلهم عايزين يطلعوا معلول من اللود اللي هو فرحته بعد الجول. معلول نادر جدا خلي بالك فرحته او يجري على مدرب او يجري على جهاز فني بره دي ما بيعملهاش كتير، لكن جاري امبارح على مستر موسيماني على كابتن سيد عبد الحفيظ اللي اكيد كان ليه دور كبير جدا بعد مباراه بيراميدز اللي هو يخرج اللعيبه من الحاله النفسيه اللي هم فيها، لان اللعيبه كانت في حاله نفسيه سيئه وده طبيعي في الكوره، لان انت كنت شايف نفسك ان انت يوم ماتش بيراميدز كنت فنيا اعلى بدنيا اعلى، كنت انت اللي ماسك الماتش، كنت انت الاحق المكسب الماتش. فانا لما اطلع كلاعب وزعلان ومتضايق ان انا خسرت ماتش زي ده او خسرت نقطتين في ماتش مهم زي ده وانا الاحق، فهو كان ده رد فعل اللعيبه طبيعي. فكابتن سيد كان ليه دور كبير جدا، كان ليه دور كبير مع علي معلول، كابتن سامي قمصان انا شفت معلول برده رايح، فاعتقد ان معلول حاسس بقيمه النادي الاهلي، حاسس بقيمه وحب لعيبته، حاسس بحب جهازه الفني اللي وقف في ظهره بعد موضوع بيراميدز وضربه الجزاء. فمعلول امبارح بيقدم اداء كبير جدا وبيعوض الناس عن كوره بيراميدز، وطبعا يعني هو معلول حل هجومي كبير جدا للنادي الاهلي. طيب قبل ما اكمل بقيه الخطوط واجي للهجوم، لانه الهجوم عندي فيه حتتك بقى ومنطقتك اكيد اكيد اكيد، بس قبل ما نتكلم في بقيه خطوط الفرقه خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا معاك في السادسه. منورنا كابتن ايهاب. الله يخليك. مواجهة المقاولين في ملعب أو على ملعب بيترو سبورت إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي الساعة 9 مساء. والحقيقة يمكن كنت بتكلم مع كابتن إيهاب المصري طبعا قبل الفاصل على خطوط النادي الأهلي، درجة الانسجام والمستوى المميز اللي بيقدموه بواحد من والحقيقة يمكن ده على مدار الموسم كله، الثلاثي خط الوسط اللي موجود بشكل اساسي في بعض الماتشات بيلجا مستر موسيماني انه يبدا بيهم هم الثلاثه، في بعض الماتشات زي امبارح بيبتدي باثنين وبيريح واحد، ودايما تختار الحقيقه تبتدي بمين لانه الثلاثه مقدمين للموسم الثاني على التوالي مستويات اكثر من رائعه، حمدي فتحي، اليو ديانج، وعمرو السولية. طبعا بصراحه الثلاثه يعني من اقوى خطوط الوسط الملعب في افريقيا كلها مش في مصر بس، الثلاثه زي ما انت قلت تحتار لو هتلعب باثنين وهتلعب بمين فيهم، لان اي اثنين هيلعبوا من الثلاثه هيشيلوا خط وسط النادي الاهلي بشكل كويس قوي، هيأدوا اداء فوق الممتاز، تغطية لمساحات الملعب بشكل كبير جدا، زيادة هجومية بشكل كويس جدا. يعني انا هتكلم الاول عن ديانج والسولية امبارح، السولية امبارح عمل مجهود كبير جدا في نص الملعب، قدر بشكل كبير يعني الجون الثاني بتاع حسين الشحات السولية ضغط في نص الملعب قبل ما سموحة يبدا الهجمة ويبنيها من ورا، هو عمرو السولية اللي ضغط في نص الملعب ويقطع الكرة عشان يوصلها لعلي معلول. السولية بيأدي أداء بشكل كويس، واقف على رجله فنيا وبدنيا بشكل كبير جدا. ديانج طبعا بيقدم مستويات ما شاء الله عليه رهيبة الفترة اللي فاتت، يمكن بيراميدز ما كانش على المستوى شوية، لكن هو ديانج يعني قوة لا يستهان بها في نص الملعب النادي الأهلي، لعيب بمواصفات أوروبية، لعيب عنده إمكانيات كبيرة جدا يفوق قدرات الدوري المصري بشكل كبير جدا. امبارح ما شاء الله بقى طبعا يعني او مش امبارح بس هو الفتره اللي فاتت بصراحه حمدي فتحي، حمدي فتحي يستحق كتير جدا 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 من جمهور النادي الاهلي طبعا، ده الهدف الاول بتاع محمد شريف. محمد شريف 9 او 10 نقلات من اول الملعب لغايه اخره وصولا طبعا لمنطقه جزاء سموحه، دبل باس كويس قوي مع طاهر بالظبط كده، طاهر حطها له بشكل كويس جدا، تصرف محمد الكاونتر اللي ظهر قدام حضراتكم ده عدد الثواني اللي استغرقته هجمه النادي الاهلي في 25 ثانيه، 9 الاهلي بنى هجمه من عند الجون بتاعه ومن منطقه ال 18 وصولا للحظة احراز محمد شريف الهدف، هدف من الاهداف الكويسه جدا في اسلوب لعب النادي الاهلي، في شخصيه النادي الاهلي، النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بيعتمد على الاستحواذ في نص الملعب بشكل كويس، بيبني الهجمه من ورا، بيطلع ليها نص الملعب بشكل كويس، عنده لعيبه كوره في نص الملعب السولية وحمدي فتحي معاهم طبعا قفشه العقل المفكر للفرقه اللي هو بيقدر يصنع لك حلول كثيره جدا في نص الملعب بتحركاته بورا خط وسط الفرق المنافسه، بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس قوي فبيخلق لك مساحات تمرير كبيره جدا. عمرو السولية وحمدي فتحي، حمدي فتحي امبارح بيأدي اداء كبير جدا سواء هجوميا او دفاعيا، كان هيجيب جول امبارح من الجوال العظيمه جدا بدبل باس برده مع قفشه حطها له بشكل كويس، دي تكمله من المهام الجديده المتعودين عليها من حمدي فتحي، يعني حمدي فتحي بيلعب بدماغه كويس جدا واول مشواره مع الاهلي الحقيقه كان بيسجل على طول، يعني في الكور الثابته
المرتب يبقى حل مهم جدا. بيطلع دماغه حلو جوه. امبارح شفناه بيكمل بيعمل بيشوط يعني في ماتش الترجي هناك، كره الجول الاول محمد شريف الملغي، حمدي فتحي اللي كمل وشاط. فحمدي فتحي عنده الميزه دي، عنده الزياده الهجوميه بيعملها بشكل كويس جدا. امبارح بيعمل حاجات يعني ما شاء الله عليها رهيب في نص الملعب، يعني واخد الملعب بالعرض. ايه اللي محتاجه يزيد عند لعيبه خط النص؟ يعني ايه اللي محتاجه يزيد في الادوار؟ لا ما شاء الله، يعني انا بشوف بدون مجامله يعني هم ثلاثي خط وسط ناري من اقوى خطوط الوسط في افريقيا. بتميل اكتر كابتن ايهاب انه مستر موسيماني يبتدي بالثلاثه؟ لا. ولا بتحب انه يبتدي باثنين؟ الثلاثه دي كانت ليها ماتشات يعني لعب الترجي هناك، ماتش اقصائي سان داونز هناك، الظروف دي ماشي العب بالثلاثه، لكن ما اجيش العب مع احترامي طبعا لكل فرق الدوري المصري، لكن العب في الدوري المصري بثلاثه لا بتفقدنا كتير قوي. لما انا العب بقفشه بتفقد النادي الاهلي، لما العب بقفشه على طرف من الاطراف او جناح بتفقد كتير جدا من قوه النادي الاهلي، لان هي قوه النادي الاهلي في وجود قفشه قدام الاثنين الديفندرين اللي بيلعبوا. طيب. فهي دي اللي بتعطي اريحيه وافضليه للنادي الاهلي هجوميا. اروح معاك لخط الهجوم. تمام. خط الهجوم انا مش هقول لك اسماء، انا هخليك انت تختار تحب تبتدي بمين، يعني مش بس في ماتش امبارح. يعني انا قلت لك احنا جايين عشان نتكلم معاك على على الكره الهجوميه. تمام. احنا جماهير النادي الاهلي محتاجه بتحس انه من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 الاهلي مسيطر وهاجم وبيسجل وبيضيع وبيمتع جمهور النادي الاهلي. الرباعي اللي بدا امبارح بالظبط، نبتدي بالرباعي اللي بدا امبارح. ما هو الرباعي اللي بدا امبارح هو الرباعي الانسب في الوقت الحالي للنادي الاهلي. ما شاء الله عليهم، عندهم حلول كبيره جدا. حسين الشحات لازم اديله حقه، حسين في كتير من الاوقات جمهور النادي الاهلي انتقده، حسين ما كانش على المستوى المطلوب من جماهير النادي الاهلي، لكن حسين بقاله فتره بيأدي بشكل كويس عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي بيه، سواء على الناحيه التهديفيه او صناعه الاهداف او ادواره الدفاعيه. مسجل في الترجي ومسجل، دي يمكن الفرصه دي الكره الاولى. انا بتكلم هنا على الكره دي، يعني كان نفسي طبعا اللمسه الاخيره تبقى روعه، لكن هو نجح انه يخلق مساحه وسرق الباكات خط ظهر النادي وقعد الهاني سليمان مره واثنين والفينش، بس اللمسه الاخيره. وكان عنده فرصه ثانيه يعملها لمحمد شريف جنبه. ده الجوره، الكوره دي العالميه بقى، ده الجون الاوفسايد، عملها بتصرف ورد فعل سريع جدا من حسين، والتحرك يعني زعلان، زعل اول ما شاف الرايه، لان هي لان الاجوال دي الاجوال حلوه. أيه. في ميزه النادي الاهلي يعني عنده ساعات ايمن اشرف بيعملها من نص الملعب، التحرك اللي بيتعمل الطولي من محمد شريف او حسين او طاهر في ظهر خط الظهر بيتعمل بشكل كويس، او اللونج باس بيتعمل من ايمن اشرف او السوليه في نص الملعب بيتعمل بشكل كويس قوي، النادي الاهلي عملها كتير من الماتشات السنه دي. فحسين امبارح عمل امتداد للفتره الكبيره العظيمه اللي حسين بيعملها الفتره اللي فاتت، اداؤه مع النادي الاهلي في تحسن كبير جدا جدا جدا. حسين عنده لسه اكتر من كده، ده حسين اللي النادي الاهلي اشتراه، ده حسين اللي الناس عايزاه دايما. حسين امبارح شخصيه لعيب كبير في الملعب. هو لعيب كبير طبعا، لكن امبارح حلول هجوميه، حلول فرديه بشكل كبير جدا. يعني الكره بتيجي في رجل حسين تحس بخطوره النادي الاهلي، تحس ان حسين هيعمل خطوره على مرمى النادي. هو يبدو الفتره الاخرانيه دي يعني بدايتها بتهيألي من الترجي برضو. هي الفتره ما الترجي 45 دقيقه اللي شارك فيهم وماتش بيراميدز وماتش سموحه بيسجل مصدر خطوره دايم على الفريق. ازاي حسين يمسك ازاي حسين كمهاجم يمسك في الحته دي؟ هي الاستمراريه. انا ببني على كل ده، انا لسه عندي. هو حسين لازم يقنع نفسه ان انا لسه عندي اكتر. انا برضو لسه مش راضي عن نفسي، انا عندي احسن من كده. طول ما هو عنده شايف اللي هو لسه ما وصلش للمستوى اللي هو عايزه هيفضل يأدي بشكل افضل. هيفضل ده الهدف طبعا. وعلى فكره يا جماعه الكره دي عشان الناس برضو مش مديه الكره دي حقها كابتن ايهاب، الكره دي في منتهى الصعوبه، الكرة العالية اللي جاية من آخر الملعب عشان تقابلها فيرست تايم. هي وتوفيق ربنا عشان حسين اجتهد الفترة اللي فاتت برضو اللي هي تخش. يعني حسين مستواه والمجهود اللي بيعمله الفترة اللي فاتت، فبرضو ربنا بيوفقه في كرة زي دي اللي هي ما تقلش، زي ما حضرتك بتقول ان الكرة ممكن كانت هي جاية عالية ممكن تقلش لو ما حطهاش بشكل كويس او مركز لها بشكل كويس. لو هو متنشن، عايز اقول لحضرتك حاجة بقى، يعني دي بقى حاجة انا شايفها، يعني لو الكره لو حسين مشدود وهو بيشوطها ومتنشن قوي كانت هتطلع او هتقلش منه. لكن حسين انا عايز اشوف مع حضرتك ومع المشاهدين اللحظه اللي كابتن علي معلول بيرفع فيها الكوره ونشوف حسين اتحرك ازاي. يعني انا واخد الوضع ووسع لنفسه وبعد عن هيئ نفسه يعني بعد خد خطوتين كده، بعد عن الباكات اللي قربوا على القريبه، كلهم راحوا على شريف وعادل نفسه عشان هو واخد القرار اللي هي وهي جايه هاخدها واحد. يعني هو واخد القرار وهي الكره في الجو برجله حسين مش هيخش براسه. لا لا يعني هو واخد القرار
لان في خطوتين رجعهم لورا كده وبيوسع لنفسه. بص دي السوليه لحمدي فتحي، انا لسه السوليه بنتكلم ان السوليه هو اللي ضغط في بدايه اللعب. ايوه حمدي فتحي لعلي معلول. علي معلول بص بقى حضرتك، هي مش هتبان من هنا، هو في الاعاده، بالظبط الكادر الثاني اللي عند خط التماس هيبينها اكتر، هو اللي يبين تحرك حسين اكتر. كم هي التكمله، هي التكمله بتاعتها. هو فعلا حسين واخد القرار وموسع لنفسه ومهيئ نفسه، خلاص انا وهي الكره نازله انا هحط واحده. وده افضل حاجه، اصل مش هستلم هنا. صحيح. يعني هو انا مش هستلم هنا ولسه هستلم واوقف وافكر هعمل ايه بعد كده. هو يعني احلى حل واحسن حل في ال 18 اللي هي اللمسه واحده، هي دي الكره. بص وموسع لنفسه واخد خطوتين لورا، وقف بص برده اخر نفسه. التاخيره دي هي الجون. يعني هو برده ايه، لو يعني نرجع تاني سنه بس معلش. ايوه هو أخر نفسه. بص كمان كمان بص حسين بيجري عادي خلاص كده، حسين بيجري بص في خطوه اخر نفسه سنه عشان يروح للكره هو وقابل الكره بشكل كويس. فالتاخير والدليل اللي عمله حسين هو ده اللي خلاه راكب الكره. طيب عندي شريف وطاهر اللي موجودين بشكل اساسي، وشريف الحقيقه متوهج شريف ما شاء الله عليه، وعندي طاهر كمان اللي ابتدى يجي مع النادي الاهلي، والاهم كهربا وجونيور ومروان وصلاح. بس لازم اروح فاصل ماشي، وهرجع لك بقى ندردش فيهم دول على مهلنا كده. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. رغم انه سنه صغير وتجربته مش كبيره قوي، لكن الحقيقه اثبت انه اسم يليق بانه يكون مهاجم النادي الاهلي. كلام على محمد شريف الحقيقه اللي مقدم سيزون اكتر من رائع، وكان على الميعاد وكان جاهز بشكل كبير جدا انه يغتنم الفرصه. خدوا بال حضراتكم انك تكون مهاجم النادي الاهلي دي حاجه بيحلم بيها ناس كتير جدا، ومسؤوليه كبيره جدا هتحاسبك عليها، ملايين واقفه على راسك واقفه فوق كتفك عشان تستغل كل فرصه. واعتقد انه شريف اجاد استغلال الفرصه بشكل كبير جدا في الموسم ده مع النادي الاهلي. اكيد، واستفاد 11 هدف واستفاد كابتن إيهاب، واستفاد كتير جدا من تجربته اللي خاضها بتاعت الاعاره مع نادي انبي. أيوه. رجع اتقل، رجع عنده خبرات كبيره جدا، مسك في الفرصه زي ما انت قلت كده بالظبط. النادي الاهلي لما انت تكون مهاجم الاساسي او رقم واحد في النادي الاهلي دي مسؤوليه كبيره جدا طبعا عليك، على لعيب صغير كمان يا كابتن ايهاب. بس هو صعب المشكله، هو صغير في السن لكن كبير في المقام وفي الاداء. محمد أيوة. شريف بيعجبني فيه اللي هو كل تفكيره في الملعب اللي هو اول تفكير ليه اللي هو يلعب على الجول. محمد شريف مش من نوعيه اللعيب اللي بيحب يجيب الاهداف الجماليه اللي هو يقف ويقعد يرقص، هو التفكير بتاعه يمين او شمال. هو انا عايز ايه، انا عايز ايه من المهاجم. عنده روح مقاتل كمان في ال، وبدا يشتغل يعني امبارح حط كره بدماغه كويس قوي في العارضه. كانت ناس بتقعد تقول محمد شريف مثلا نقص عنده راس. نقص راس. لا واضح اللي هو بدا يشتغل، بدا مش انا مش عايز الكور المواجهه، انا عايز الكور العرضيه هو يشتغل عليها كويس، لان النادي الاهلي مش طريقه لعبه الكور الطويله اللي هو المهاجم يريح للي جايين من تحت، لكن كل اللعب على الارض. محمد شريف بيساعد قفشه، بيساعد حسين، بيساعد طاهر في تحركاته من ورا خط الظهر بسرعاته. دي بتتعب اي خط ظهر، لان محمد شريف عنده سرعات ودايما متحرك مش ثابت، فالمتحرك ده بيعمل ازعاج وقلق للمدافع، ما بيكونش عارف هو هيروح فين وجاي، يعني واقف المدافع واقف متلخبط، لان محمد شريف دايما مش ثابت زي ما بقول لك كده، فعمال يتحرك يمين وشمال وفي العمق وعلى الطرف. زي ماتش الترجي كان جاي من الطرف في الجون اللي جابه هناك، دخل في عمق الملعب. ده جون صعب قوي اللي هو بتتكلم عليه. انا بقول لك ده تحركات، ده جون ما يجيبوش غير مهاجم يعني على راي كابتن ميمي الشربيني من مواليد منطقه الجزاء، لان هو بيتحرك، هو متعب في تحركاته. هو جه من الطرف، يعني هو في بدايه الكوره طلع من بره راح هنا القطعه دي بص القطعه قبل المدافع ازاي، ويحط لها وش رجل الخارجي ازاي. دي برده مهاره كبيره جدا جدا جدا. بص شريف فين، بص شريف فين. الجون ده بيتهيألي فيه بصمه كبيره لمستر موسيماني يا كابتن ايهاب، والعلي معلول والقفشه وده شغل مدرب اكيد، لكن طبعا. علي معلول وقفشه، علي معلول بيحب لعيب الكره اللي يبقى قدامه يعني يلعب معاه دايما الحاجات الصغيره. علي معلول لعيب كره بيحب دايما، لو حضرتك تفتكر كده الكره دي بص التحرك بتاع محمد شريف وسرعته لو حطها بص صحيح باصص في لعيب هنا يخلص ويلعب الكره بالعرض على طول. لا علي معلول تقل ويحطها شريف. عنده بقى ميزه يمين وشمال يعني رجلي الاثنين ما شاء الله. انت ما تعرفش ما شاء الله طبعا، ما تعرفش هو بيلعب يمين ولا بشمال. انا فوجئت بده على فكره في ماتش الزمالك، فهو ماتش الزمالك طبعا اللي ما حدش كان متوقع اللي هو ماشي هيشوط بشماله كده. في ماتشات كتيره وهو ماشي، ما هو دي بقى عشان لما الكره تجيلك على شمالك لو انت قطعت في ظهر المدافع
على شمالك محمد شريف على طول بيقطع وبيروح خاطف وهو بيجري، عنده دي برده هو بيجري توقع منه اللي هو بيخطف على طول، فدي بتبقى صعبه جدا على حارس المرمى على خط الظهر، لان حارس المرمى لسه ما بيكونش خد الوضع بتاعه، فشريف بيخطف على طول فبتبقى صعبه عليه. فشريف لا ما شاء الله عليه مسك في الفرصه بشكل كويس قوي، نال ثقه جمهور النادي الاهلي، عاجبني اللي هو طموحه لا حدود له، يعني شريف عنده تطلعات وعنده طموح واحلام كبيره جدا، اتمنى يكمل على كده، اتمنى اللي يعرف اللي هو لسه عنده كتير جدا جدا، عنده مستقبل كبير جدا، فلو هو الاستمراريه اللي هو فيها ان شاء الله باذن الله هتخليه في حته ثانيه. طيب عايز اعدي معاك على طاهر. اللي بيتهيألي انه في اول مواسمه مع النادي الاهلي نقدر نقول انه اثبت وجوده وثبت رجليه في الملعب. طاهر تكتيكيا يعني كويس جدا تكتيكيا وبيعمل مجهود كبير جدا في الملعب، بس انا شخصيا كابتن ايهاب مستني اكتر من يعني انا بتفرج على طاهر من قبل ما يجي النادي الاهلي، وكان نفسي انه يجي الحقيقه النادي الاهلي وقد كان، لكن انا شايف انه عند طاهر امكانيات اكبر بكتير جدا. مثبت رجله في الملعب وبيقدم مستوى وبيعافر، بس شايف انه طاهر كمان لسه عنده اكتر من طيب كده. طيب كويس ان حضرتك قلت كده، انا متفق معاك مليون المية. انا طاهر بقى متابعه عشان طاهر ابن من ابناء نادي المقاولين وناشئ من ناشئي نادي المقاولين. طاهر عنده امكانيات كبيره جدا، وانا كنت من الناس اللي كنت يعني مبسوط ان طاهر هيتنقل النقله دي من نادي المقاولين للنادي الاهلي، وقلت هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. طاهر عنده امكانيات بدنيه وفنيه كبيره جدا، لسه لحد دلوقتي ما قدمش منها انا من وجهه نظري بنسبه 30-40%. طاهر عنده امكانيات اعلى من كده، طاهر في نادي المقاولين طبعا الضغوط والضغط العصبي والبدني والذهني وكل حاجه مختلفه تماما، واللعب في النادي الاهلي مختلف تماما طبعا مع احترامي الكبير لنادي المقاولين، لكن اللعب في النادي الاهلي مختلف، لكن شخصيه طاهر اللي انا عارفها كويس جدا، لا شخصيه طاهر تقدر تستحمل الضغوط دي، تقدر تستحمل الضغط العصبي والشد العصبي الموجود في النادي الاهلي والمسؤوليه الملقاه عليه من جمهور النادي الاهلي، لكن طاهر يوم عن يوم بيثبت نفسه، يوم عن يوم بيثبت رجله في الملعب. طاهر محتاج يشتغل على الجول اكتر، لان طاهر بيعمل كل حاجه في الملعب، بيضغط بيرجع يدافع مع الباك بتاعه، بيعمل بيقفل في نص الملعب، بيضم نص الملعب بشكل كويس، بيكمل على الجون وبيكمل على الجون بشكل كويس جدا، لكن لازم يركز، ومستر موسيماني دي كمان عليه دور كبير جدا. أيوه. لازم يشتغل على الجون بشكل كويس، لازم يركز على الفينش بتاعه، هتفرق معاه كتير جدا جدا جدا. واضح انه مستر موسيماني حاطط يعني ثقته في طاهر، لان هو بينجح له طريق. صحيح. مهم جدا بمناسبه كلامنا عن طاهر، خلينا اقف مع الجزئيه دي، ويمكن ده واحد من الاخبار اللي معانا النهارده في سادسها، انه مستر موسيماني والجهاز الفني قرروا ان هم يعملوا برنامج تاهيلي بدني لجونيور اجاي عشان يبقى جاهز للمشاركه مع النادي الاهلي بشكل اقوى في الفتره الجايه، خصوصا طبعا حضراتكم عارفين احنا عندنا خماسي الاولمبي. بدايه طبعا خلينا نبتدي بناصر ماهر واحمد رمضان بيكم، لانه كانوا بعاد عن الصوره الفتره الاخيره، فدول هيسافروا ان شاء الله مع بعثه المنتخب وهينضموا للمعسكر اللي هيبدا يوم 8 المنتخب الاولمبي. اما اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، وكابتن محمد الشناوي، فدول هيلعبوا مع الاهلي ان شاء الله نهائي دوري الابطال، وبعد كده يطلعوا من المغرب على اليابان على طول على طوكيو على طول عشان ينضموا للمنتخب الاولمبي. في الفتره دي كابتن ايهاب الاهلي عنده يعني المينيمم ثلاث ماتشات، المينيمم ثلاث ماتشات دول اللي هم اسبانيا ارجنتين استراليا، دول اللي احنا هنشارك فيهم بشكل اكيد. المنتخب ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويوصل نهائي، هيبقى عندنا ثلاث ماتشات تانيين، دور الثمانيه، دور الاربعه، النهائي. كل مباراه بيلعبها المنتخب معناه انه الاربعه دول بيغيبوا مباراه تانيه عن النادي الاهلي. فعشان كده يمكن دي الاهميه اللي هتكلم فيها معاك شويه فيما يتعلق بجونيور وكهربا. الاثنين الحقيقه محتاجين، الاثنين نجوم كبار امكانياتهم ما حدش يقدر يشكك فيها. كهربا شفناه بيقدم مستويات رائعه الحقيقه في بدايه مشواره، مع حتى لما كان بيلعب مع الزمالك وقبل كده طبعا مع اتحاد جده. جونيور اجاي مع الاهلي ليه صولات وجولات، الاثنين دول يرجعوا ازاي يا كابتن ايهاب؟ يمكن انا خلينا نتكلم عن كهربا الاول. كهربا بدا مستر موسيماني يديله اوقات اكتر، يديله مساحه اكبر في الملعب الفتره اللي فاتت. كهربا بيحاول، كهربا بيجتهد، بيحاول يعمل كل حاجه في الملعب. ماتش بيراميدز حاول وجاب جول واشتغل على الجول كويس. لسه مش واقف على رجله بشكل كويس، بس هو بيحاول. كهربا لا يعني لعيب كبير، ولازم يعرف اللي هو لعيب كبير. النادي الاهلي لما جابه واثق فيه وعارف مستعجل شويه يا كابتن ايهاب، مستعجل جدا. هو لعيب كبير لازم يتقل ولازم يهدى، ما يستعجلش على كل يعني. هو بينزل الملعب عايز يعمل كل حاجه، فهو لما ينزل عايز يعمل كل حاجه هتخليه ما يبقاش ايه يعني مش عامل حاجه خالص. فهو لازم يهدى، لازم يعرف اللي هو ماشي دلوقتي عليه وتركيزه بره الملعب
تركيزه بره الملعب كويس مهم جدا جدا جدا، ويشتغل على نفسه اكتر بدني، لان كهربا لما يشتغل على نفسه بدني ويقف على رجله بدنيا كويس قوي هيفرق مع النادي الاهلي فنيا، لان كهربا عنده ميزه مفتقدينها برده، يعني هو افضل العناصر الموجوده في الاجنحه بتاع النادي الاهلي اللي هو بيشتغل على الجون كويس قوي. يعني كهربا عنده التعامل مع المرمى بشكل كويس قوي، الفينش بتاعه يعني عالي جدا، حتى بنشوف لما بيكون حتى مش فايق او مش في قوته بيعرف يجيب جول بشكل كويس قوي. فانا طالب من كهربا بس اللي هو يهدى شويه في الملعب، لما ينزل يكمل زي ما هو امبارح كان بيهين نفسه وبيتزحلق انا عايز كده، انا عايز من كهربا اللي هو يهين نفسه ويشتغل على نفسه اكتر، لكن يهدى، يحاول يهدى، عشان الاستعجال في الملعب هيخليه شكله مش اللي هو عايزه. بدنيا جاهز من وجهه نظرك؟ لا لسه. بس هو محتاج يجهز. مستر موسيماني بدا يديله مساحات اكبر في الوقت. أيوة. فالوقت مع الفرقه وهي كويسه، الفرقه دلوقتي هو خد يعني هو بياخد دلوقتي، والفرقه بتاعت النادي الاهلي فنيا وبدنيا واقفه على رجليها حاجه كويسه اللعيبه، هتساعده للمجموعه هتشيله، هيقدر يخش في وسط اللعيبه وهي فايقه وكويسه، فاللعيبه هتشيله هتظهره بشكل كويس. أيوة. اجايه طبعا من العناصر الكبيره جدا الفنيه المهاريه اللي عندها حلول هجوميه بشكل كبير جدا، رجع من بعد الاصابه في زياده في الوزن، حضرتك بتقول دلوقتي اللي فيه برنامج معمول له، دي حاجه كويسه جدا، هو لازم يركز ويشتغل عليها بشكل كويس لان هتحتاجه الفتره الجايه بشكل كبير، حتى في وجود طاهر او في وجود صلاح اجايه من العناصر المهمه اللي لا غنى عنها في النادي الاهلي، فاعتقد ان انت لازم تشتغل على اجايه بشكل كويس الفتره اللي جايه. طب سريعا جدا كابتن ايهاب، المراكز اللي ما تعرفش تعوضها، يعني الاهلي ممكن يبقى عنده مشكله شويه في حراسه المرمى لما الشناوي يسافر، اكرم هيسافر، صلاح وطاهر يعوضهم شويه وجود الشحات واجايه وكهرباء، لكن عندي هاني مثلا هيبقى اكرم وبيكم مع هيبقى هاني لوحده، فدي هي دي المشكله. هي دي المشكله اللي ممكن تقابل النادي الاهلي في حاله عدم جاهزيه هاني او رجوعه من الاصابه، هتبقى في مشكله كبيره جدا. بس اتمنى واعتقد كمان لغايه النهائي الافريقي هاني هيكون يرجع، بس هتبقى المشكله بعد كده. ماتش المقاولين صعب من وجهه نظرك؟ اكيد صعب، المقاولين بعد هزيمه المقاولين امبارح والوضع اللي فيه المقاولين والنتائج اللي بتحصل من الفرق اللي تحت، تراجع كبير قوي الموسم ده لل المقاولين، من الفرق اللي اتاثرت كتير جدا من الكورونا، خلينا عشان دي انا كنت يعني عشان انا متواجد دايما في نادي المقاولين، دي اثرت كبير جدا على نتائج الفرقه في الدور الاول. يمكن الفتره الاخيره النتائج مش وحشه بتاعت نادي المقاولين، بيأدي بشكل كويس، لكن النتائج او نتيجه امبارح دي مع فوز المنافسين اللي تحت بتصعب الامور على نادي المقاولين، بتخليه يخش في مشاكل الفتره الجايه. ده يصعب الامور على النادي الاهلي طبعا، الماتش هيبقى صعب جدا. نادي المقاولين عنده الحوافز والدوافع اللي هو عايز يكسب الماتش، النادي الاهلي عايز يستمر في صحوته او يستمر في ادائه التصاعدي الهايل ده، فهيبقى ماتش صعب جدا على ملعب من جمهور النادي الاهلي بيشوفه رخم بلغه الكوره، فاعتقد ان الماتش هيكون صعب جدا. وماتش الدور الاول اقرب مثال لينا، كان ماتش صعب جدا على النادي الاهلي، النادي المقاولين تقدم بهدفين، والشوط الثاني رجع النادي الاهلي ثلاث اهداف، فماتشات الاهلي والمقاولين دايما بيبقى فيها نديه وحماس كبير جدا. بشكرك شكرا جزيلا، كان نفسي اعدي على كايزر تشيفز معاك، بس ان شاء الله يكون لينا لقاء تاني، دايما بنستمتع بوجودك كابتن ايهاب معانا في سادسه. اكيد ده شرف ليا وشرف ليا وجودي معاك، وعلى اكون على قناه النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي، واتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليكم كده. اهلا وسهلا بيك دايما، بشكرك نورتنا وشرفتنا، وبشكر حضرتكم على المتابعه. بكره نكمل كلام، عندنا الحقيقه كلام كتير يتقال على ماتش المقاولين، وكمان بكره ما تنسوش في مباراه مواجهه ناريه يعني هدردش فيها بعد ما نختم الحلقه عن كابتن ايهاب. ايطاليا واسبانيا كتير من عشاق الكوره منتظرين المواجهه دي، وكتير بيشوفوها الحقيقه هي النهائي اللي يليق ببطوله يورو، كانت مليئه بالمفاجات. بشكر كل اهلاويه اللي تابعونا، وبكره نقابلكم في نفس الميعاد السادسه.